انا عندي الوليد ديالي هنايا كيقرا اليوم جاي يدوز الوطني. بالنسبه لي انا راه انا مخلوعه واقيلا اكثر منهم، راه من 9 الصباح وانا هنايا. البارح ما جيتش ولكن اليوم جيت، جيت اصلا مخلوعه شويه، ولكن كملوا علينا التلاميذ اللي كيخرج كيخرج كيبكي، صعيب صعيب جاهم فهمتي. انا ما قدرتش نوقف انا جالسه. اول بكالوريا ديالو اول بكالوريا ديالو وبالنسبه للنهار ديال البارح كيف دوزو؟ لا قالك شويه ماشي صعيب بزاف، قالك شويه الحمد لله. واللونغلي هو عنده اللونغلي مزيانه، دوز مزيان خرج فرحان. وانا بالنسبه للرياضيات كنت كنتعامل معامل فيها زايد وكشي عليها، باش انا قلت على الله تكون شي حاجه. دابا ملي جيت فشلوني والله خرجوا البنات كيبكيو مساكن، والدراري الدراري ما كيجاوبوش، الدراري كيعملوا غير بيدهم هكذا، والبنات اللي كيبكيو خرجوا. دابا انا فشله، انا كنتنغف وخاش يخرج. والله يوفق، الله يوفق جميع التلاميذ، الله يسمعنا اخبار خير يا ربي، بارك الله فيك. الولد ديالي هنايا كيدوز بكالوريا. كيف جاكم امتحان؟ كيقول شويه صعيب، ولكن البارح اليوم واليوم باقي ما خيش، باقي ما عرفاش شنو كاين، مي البارح شويه كان صعيب شي شويه، والخلعه والعيال الحراسه اللي متشدده عليهم بزاف وكيخلعوهم، يعني ملي كتجي قولوا مزيان صراحه. هو كيقرا نصف الدراسه؟ لا لا ما كيقراش الدراسه، عايز يدوز فيها، حيت فايت لي انا بنيته دوزت لي هنا، دوزت مزيان الحمد لله مزيان. ولكن هذا العام هذا كان الحراسه مشدده بزاف، الحراسه متشدده بزاف، وخلعوهم في الساعه ديال اللي جاو كيفتشوهم وهذا، يعني تخلعوا. وكان شي ضغط قبل الامتحان؟ ضروري كان كيبريباري الولد ضروري، والضغوطات ضروريه ماشي هو من الاول العام هو كيبريباري، ولكن الشهرين الاخريه كيتزاد شويه. شنو هي الكلمه ديالك الاخيره للتلاميذ؟ الكلمه ديالي الاخيره كنتمنى لهم التوفيق جميعا، وتشوف هنا يعني الامهات مساكن راه هما اللي كيدوزوا، ماشي التلاميذ، ماشي الطلبه تبارك الله، هما دابا طلبه يعني الامهات هما اللي كيدوزوا الصراحه. راه واحد الاحساس اللي كيعيشوا هو اللي عارفه. صراحه الجواء كيفاش عامله، هي التلاميذ خرجوا كاعين، اللي كيخرج كيبكي. حنا كنتمنوا ملي كنشوفوا البنات خارجين ولا الاولاد كنسقسيهم كنشوفوهم واش كيفاش تحط الامتحان. ملي كتسمع الخبر الاول كيخرج كيبكي كيقول لك والو، كطيح لك المعنويات صراحه. كنبقى ديك الساعه كنبقى بالي مع بنتي. ومقارنه باليوم ديال البارح؟ البارح قالوا تحط في المستوى زعما شويه المهم، اما المط اللي قالوا طاح مره بالحق، انا بنتي باقا ما خرجتش باش نسقسيها. الدوله بالحق هي عامله علمي اونجلي، كتقرا المواد العلميه بالانجليزه. وبالنسبه للخلعه زعما كاين شي خلعه؟ ضروري ضروري الخلعه، ماشي ماشي عادية.